سلام الدريات، كي داير؟ لاباس عليكم. اليوم جيناكم بفيديو تكميلي لهذاك الفيديو اللي كنا درنا ديال العنايه بالقدمين، البيديكور. دابا غادي نديرو العنايه باليدين، اللي هما ليماج ديال الدريات. عندنا جيل ضروري، عندنا غوماج، عندنا لالكول، كريم ديال اليدين، عندنا لاليم مبرد، هادوك العويدات لي باطوني، عندنا البانس، عندنا زويته ديال الضفران، وعندنا هاد لاكريم ديال لاكيتيكول، هاديك الجلده اللي في الجناب ديال الضفران، وعندنا القطن والكوتون ديسك، وهادي هاديك لاباري فين كنخشيو اليدينا فين كيرطابو الضفران. وبيان سور غادي نديرو هاديك السوان اللي درنا ديال الرجلين، الشمع حتى همايا غادي نديروه لليدين. وانتم معنا غادي نشوفوا كل ايطاب كيف دايره. اول حاجه كنبداو بها هي ليماج. ليماج هي كيفاش نبردو الضفران. كاين كل واحد كيفاش كيبغيهم، كاين الغون، كاين الاوفال، وكاين الكاري. ولكن الغون والاوفال والكاري على حسب الايد كيف دايره، كل ايد اشنو تيجي معاها. بحال هاد الايد هادي كيجي معاها الكاري، حيت مطيب بزاف زويونه هكايا تبارك الله، كيجيها الكاري زويون. غنبداو هكا، كنبداو بحال هكايا، ما كنبقاوش نديو ونجيبو فلاليم بزاف. هكا ضربه وحده، ها بحال هكا الجناب، كنجيبو القنيته وما نخليوهاش هكا كاري، نديروها شي شويه، ضروري ندوروها هكا شي شويه. كنخشيو فلاليم من تحت الضفر من هنا، وها هكايا شو، عاوتاني من هنايا نضربو الجنب بحال هكا، عاوتاني نخشيو لاليم من تحت الضفر وندورو هاد القنيته باش ما يجيش هاديك كاري مقنته ديال بصح. هويا راه كاري ولكن من الجناب راها مقاده. هيا بحال هكا كملو عاوتاني، ها هما هكايا الجنب، عاوتاني هكايا، عاوتاني نخشيو لاليم من لتحتا، ندورو القنيته هكا، عاوتاني الجنب الاخر، ندورو لاليم هكا، نقادو. راه مي بيان سور ماشي من الدقه الحين غادي نتوليو طيرو في ليماج، راه ليماج راه صعيبه ماشي ساهله انك باش تصاوبيها، ولكن انت مره على مره مي بيان سور غادي تقاديها. قلت لكم ليماج هي راه ليماج اختي. فمي مريمش بدي بجا ليا ستريس ليسونسيال انا كنوريكم نتوما كملوا من عندكم. ها هي يا الصوره تتحدث عن نفسها. ها هو هكا ونكملوا اليد كامله. ملي سالينا من ليماج غادي ناخذوا لا كريم، نديروها في الضفران هكايا، ندورو على ديك الجليده اللي عندنا، خليتها هاديك المصريه كتاري كتاري، انتي صرخاسيش، قووا مع ريوزكم في لاكخيم، هاهي باش ترطب ليكم هاديك لاكيتيكول مزيان، صافي، ناخدو هاديك جبيبينيه صغيوره، كنكونو دايرين فيها شويه الما سخون، كنزيدو عليها شويه الجيل، هكايا، وريهم من القدام من الداخل كي كتكون، هاهي، كتكون هكايا. هادي تي كتشريوها، هادي راه رخيصه حتى هي ما غالياش، تمشيو هذا عند مول الماكياج ولا من عند اللي بغيتو تاخدو هادشي ويطلع لكم كله رخيص، كتمشيو للحفاري، كتمشيو عند دوك مال الماكياج اللي كيبيعوا كلشي بالجمله، نتي تاخدي من عندهم كيطلع لك كلشي رخيص، كاع هادشي كاع هاد الماتيريال كتلقاهم تمايا وبثمن قليل. شوف درب عمر راه هما منين كياخدو الصالونات هاد الشيء، ملي كيشريو هاد الماتيريال كلهم كياخذو من تمايا كيطلعو رخاص. بالنسبة للناس اللي ماشي في كازا، ماشي في كازا مع دمال الماكياج تاخذو مع دمال الماكياج، ما في كازا درب عمر بلا الحفاري معروف معروفين. صافي وكنخشيو باليد هنايا هكايا، و كنخليوها ترطب شي شويه، من بعد ما اليد خرجناها من الماء ها هي هي كنمسحوها. ناخدو لاكخيم،
كنديروا شويه هنايا هي باش غنبداو نخدموا. ناخذوا لي باطوني، ناخذوا هاد البانسو هكايا و الكول شي تلقطن ولا هذا اللي عندكم هاك ديروا الكول هنايا باش نبداو نخدموا ونمسحوا بلا الكول. ها هو يا حنفي هذا ما بيان سور هادشي كنكونوا معقمينو قبل، هادشي كلشي اللي خدامين به هذا واخا انت ديالك ولكن ضروري خصك تعقميه قبل ديري ليه الكول. انا كنديرهم في الماء طيب وابخي عاد باش كندير لهم الكول وكنمسحهم وكنشفو مزيان وكنديرهم في الشميشه. هاي كناخذوا شويه لاكريم كنهزوها كنبقاو نديرو حركه دائريه شويه بشويه هكا. حنا ديما كنبداو بالصباع الصغير هكا تبقاو تخدموا هكا بشويه بشويه وكتدفعوا تي تدوري دائريه وتدفعي هذيك الجليده تبقاي دفعي بها ولكن خدموها بشويه ما توركوش بزاف باش ما توعتوش غير بشويه عليكم هكا. هاي كنجيو تحت الظفر كنديرو هكايا ومن هنايا فين درنا في اليمينة باش متبقاش ديك القشيرة الصغيرة كاينة هنايا كنضربو الجناب تا هومايا هكايا كنجيو للجنب لاخر تا هويا كنضربوه هكايا كنمسحو كنمسحو كنبقاو نشوفو هكا إلا بانت لكم شي جديدة مبغاش تحيد بهاد الباطوني كنحيدوها بالبانسو بحال دابا كاين واحد جديدة هنايا صغيورة ها هيايا كنحيدوها بالبانس متمشيوش تقطعو هاد الجديدة اللي كاينة هنايا هادي اللي في القنطة هادي سي انتغدي أنها تحيد ما كتحيدش بالمرة قالكم اللي كتحيديها هي فاش كيبقاو يدخلوا لك الميكروبات هذيك هي اللي كتحمي الظفر كتبقاي دفعيها بحال هكايا ما تقطعوهاش كاين في الصالون اللي كيقول لك لا غلا اذا خصك تقطعيها ولا واش تحيديها ولا لا ما تحيديهاش ما كتحيدش كننفسوا الظفر ولكن باش نقطعوا هذيك نقطعها لا ما كتحيدش اللي ماشي بروفيسيونيل هما اللي كيقطعوها كيقول لك اه حقا جا نقطعها باش تسهل عليهم الخدمه باش يبان لك الظفر نتيا راه مصاوب حيت هي ما فيها اللي بقى يقاد فيه بشويه بشويه هكا هاي شتي جلدة هكايا كتقطع كتكون واحد الجليدة رقيقة لاصقة في الظفر ما بين اللحم وبين الظفر هي اللي كتحيد ديما نمسحو ونرشو بلا الكول هاهو الظفر كي كان يبان شتو شتو الجليدة كي كتولي مهزوزة باينة عاوتاني نكملو لاخر ناخدو شوية لاكخيم تا هوايا بحركة هاكا دائرية كنبقاو ندفعو بشوية بشوية غير بشوية باش متوعتوش ديرو الجناب متنساوش الجناب هما اللي ضروريين هما اللي كبينو الظفر تحت من الظفر تا هوايا وهاد البلاصة في اليمينة كنحيدو هاديك في اليمينة كيتكون واحد الجليدة صغيورة كنحيدوها غير بهاكا بلا كخيم كانت شي جليدة كنحيدوها بالبانسو كنقطعوها بشوية تعودو مطيرين الحيمة هاكا صافي كنمسحو بلا الكول أي ظفر خدمتو كنمسحو بلا الكول كنرشو بلا الكول اي ظفر خدمتو ضروري تمسح يتعقم هو الاول ماشي تساليو صافي وكنكملو حتى كنساليو باليد بجوج من بعد ما سالينا المانيكور غادي نديرو القماش انا درت هذا ها هويا هذا خفيف ما قاصحش بزاف وباش نجرح الايد نديرو نابليكي في اليد مزيان كندهنو اليد مزيان هكايا كنخليوها تنشف شويه نحط يدي
كنساوش بين الصبيعات، ضروري نديرو بين الصبيعات. صافي كنخليهم هي نشف شي شويه، نشف شويه عاده باش نكوميو باش كيعطي لي فيم مزيانه. من بعد ما شف لينا القماج هو غنبداو نكوميو فيه بحال هكا. جا فوقته من مورا البحر تبيضين شي شويه متنساوش بين هنايا بين الصبعين ضروري ديروها بحال هكا هي. نديرو اللي لداخل حتى هي ما تركزوش على هنايا وتنساو الداخل، الداخل حتى هويا ست قومه هكا. ها هي اليد قومات مزيان وصافي. ودابا غادي نغسلوهم وندوزو ليطاب الاخرى. من بعد ما غسلنا اليدين من القوماج ها هومايا غادي نديرو داك السوان ديال لابارافين. كنت وريت لكم في السوان ديال لي بي، ها هويا لاباراي هي هادي، هادي هي لاباراي كنديرو فيها داك الشمع هنايا. صافي كناخدو البانسو وكنبقاو نديرو في اليد بشويه بشويه، حيت الشمع تيكون سخون بزاف غادي نتقيسوه. حتى لقيتوه سخون غادي نتسناو شويه باش ما تحرقوش السيده في يديها، باش ما تحرقوش نتوما في يديكم. سخون ها هي وكنبقاو نديرو بشويه بشويه. هي راه نورمال كتخشي يدك كامله، ولكن انت مع كتخافي لا تحرقي سميو انك تخدمي بالبانسو، تخدمي بالبانسو بشويه بشويه باش ما تشوطيش هكا. ما تنساوش بين الصبعان، بين الصبعان ضروري هكا. شوف كي كنديروا ليهم صافي كنعمروا الايد مزيان من هنايا ومن هنايا حتى من هنايا ما كنساوهاش. بقاو نديروا في الشميعات هكايا صافي حتى كنعمروها. اي من بعد ما درنا اليد كامله شوفها كي كتولي، كتولي هكا بالشمع بحال هكا. ما تنساو حتى شي تفصيله، شوف بحال هكايا ما كانش هنايا ديروا كلشي، عمروا الايد مزيان مزيان. صافي ملي كنعمروها بحال هكا كناخذوا بلاستيكه سابل ديال اللحم ديال الثلاجه هادي كنغسيو الايد. هي نورمال كيديروا واحد الليغات هما اللي كيديروا بهم هكايا باش تسخن الايد مزيان، ولكن حنايا غنعديو باللي عندنا، غنديرو غير تقيشرات هكا شتيها وكنخليوها حتى هي ربع ساعة بحال هكا 10 دقايق على حساب شحال ما بغيتو. هكايا درنا غير تقيشرات اللي عندنا ايوا صافي ونكملو الايد الاخرى. غتشوفو معنا الغيزيلتا كي غادا تكون. من بعد ما خلينا الايد بداك الشمع شي ربع ساعة بحال هكايا نحيدو التقيشرات هنا بلاستيكه اللي كنجروها غير بشويه باش كيتهز معها الشمع. شوفوا كي كيتهز ها هو صافي. كنقيو الليد من داك الشميعات اللي بقات فيه الفران ضروري كيسقطو شي الشمع نقيوهم. هما اليدين كي كيوليو باش كي كيخرجوا هو منهم. من بعد كنديرو هاد لاكريم، هادي هاد لاكريم ديال هاد الجريده اللي هنايا هاي كنديرو شويه هكا في اليد كامله. كنبقاو ماسي وكندفعو في الجلده كندفعو فيها هكايا حتى كنساليو اليديده كامله بشكل ديما دائري. المساج ديما هكا بحال كدوري بحال كديري هكا دائره
تندخل هذيك لا كريم مزيان مزيان. من بعد ما دخلنا هذيك لا كريم كناخذوا عاوتاني هاد الزويته كنديروها للضفران هكا كنغديو اليد كامله كلها كتغدى. حتى هي كنقاو ماسيه وهكايا هاد الزويته ما كتخليش الضفران يتهرسوا بالمره 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 وكيطوالوا زوينين وكيقصاحوا. من بعد كناخذوا لا كريم هادي زوينه 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 زوينه. انا بقى نقول لكم كاع لي برودوي زوينين زوينين زوينين. هادشي بالتجربه كنقول لكم ما كاينش شي حاجه كنديرها لي برودوي بلا هكا كنوريهم لكم بلا ما كنكونوا مجربينهم مره وجوج وثلاثه كنكونوا شارينهم شحال من مره. هاد لا كريم زوينه بزاف. بالصحة والراحة. شوف الايد كي كتخرج ها هي يد. وان شاء الله نتمنى انكم تجربوا هاد السوان اللي عطيتكم وديروا كلشي هادشي بايديكم نتوما هي في الدار. يعني ما تحتاجوش انكم تمشيو للصالون لانهم لي زيتاب ساهلين وساهلين بزاف. وكنتمنى تدعمونا وديروا لايك وتفعلوا الجرس وتخليو لنا لي كومونتير ديالكم. واللي جربت شي حاجه بيان سور تخلي لنا لي كومونتير لتحت تقول لنا كي جاتها. وشكرا.